بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. فقرة عجوج جصان. اليوم نبدي من هاي الصعدة لهذا العجد اللي أهم معالم به هو معالم القديمة، هو مضيف قديم وعريق ومعروف على مستوى العراق، وهو مضيف سلمان الذباح. وهنا الصعدة تكون مقابل الإمام ابن الكاظم عليه السلام، وتبدأ منا أول البيوت هنا بيتنا بيت كريم مسلم، أقبالها بيت جمعة حسية، ومن بعدها بيت هذا أول بيت، هذا بيت بيتنا بيت كريم مسلم علوان. وعدنا. أي. هسه هذا أول البيوت هو مقابل الإمام ابن الكاظم عليه السلام. هاي الصعدة مقابل الإمام ابن الكاظم عليه السلام. نبدي البيت اللي مقابله. مقابله بيت أبو كريم. الله يرحمهم كل الموتى. إن شاء الله من ذكر رحمة الله على أبوه. الله يرحمهم كلهم لأنهم أكثر. بيت جمعة حسية، ومنا هذا بيت محمد سلمان منصور. هذا المن؟ هذا بيت أبو كريم، بيت جمعة. نفس الشيء، بيت يعني هن نفس الشيء. شرح لنا على الباب الجذوع شوية. والله هاي الباب الجذوع أكثر بيوت جصان القديمة كانت من الجذوع. نجارين يسووها؟ اي كان نجار خاص الله يرحمه محمد لفته. شنو هالمركب الاول؟ وهذا يسموه هذا غلق وزنجير، حتى هذا زنجير قديم يعني حديث يعني مو هذا. كان قبل بس هذا الغلق. هذا الغلق يسموه غلق؟ غلق اي. نعم. هذا من البيت تابع؟ البيت ابو كريم، بيت جمعة، اثنين نفس الشيء. نستمر، هسه وين بيت المضيف مال بيت الذباح؟ المضيف منه. من يبتدأ بدايته منه. إيه طبعاً، هو أكثر العمل القديم كان يعتمد على الأشياء يعني الموجودة محلياً، هي الجذوع. المرزاب يعني. هو المرزابي. مرزابي. هم إيه مرزاب. وين بيتبقى؟ منه يبتدأ منه هذا ركن ماي. إيه. الأخذ من وقت الاستعداد. لا العكس. سهلا بكم. البيت هذا؟ هذا هم البيت فرمان. هذا البيت فرمان الذباح. هذا بالوقت الحاضر هنا متروكات؟ هو متروكات اكثر المنطقه، لا هم هنا هسه موجودين ولد حسين حسن فرمان موجود. هم راح ينزلون بس هذا. ايوه هذا البيت للحلال، بيت العباس حسن سعد. زين هذا الاتجاه وين ياخذنا اذا نطلع قبل؟ هذا على حسين يتعمار بن ياسر على منطقة بيت عبد الله. زين هذا البيت بيت حسن فرمان؟ ايه. هذا اللي جاء ابو المضيف بيت ذباح؟ ايه هو هذا البيت، وذاك المضيف بصفه منك. المضيف وين صاير؟ منك. قريب علينا يعني؟ ايه هاي الباب يعني هاي الباب طلعت على الباب مالته بداخل البيت. بعدين بالتطورات طلعوا هاي الباب. كان داخل البيت ايه. اول ما طمنا هذا باب المضيف. اشرح لنا شويه. هذا باب المضيف يعني مو الرئيسي. مو الرئيسي، هذا بعدين من صارت التطورات وطلعوا بابه منه للسهوله يعني. راح نرجع ان شاء الله ما نعرف. هذا المرتفع شنو؟ هاي الخرابه الموجوده هذه هاي الخرابه هاي اصلها قاع طابو. هاي هاي البيت اي لا موجودين اهلها موجودين. اي لا هي ارض تركت وصارت هيك. جوا صار هسه هاي عباره عن انقاض وخرايط. اي هذه اي خرابه يعني. بس هذا المضيف وهذا الركن والناش عندنا هنا هذا البيت اما هذا البيت. هذا البيت اي هذا بيت محمد حمادي من بيت نعمش.
أسمع. هو كلها انتهت لأن ما حد ساكن. ولو هذا الحد أيام قريبة هو بيت عامر هذا. حد قبل سنتين ثلاثة. والتطور العمران الموجود بالمنطقة. فأكثر العالم قامت تنزل جوه. والأراضي توزعت. بيت محمد حمادي. الله يرحمه حجي محمد انسان خير. هذه طبعا جاي سبب مشاكل هاي الاعمده البتله هسه منك هسه نفطر على عمود شبه يعني واقع ولا يقدرون يوصلوا ولا يقدرون يصعدوا بس مشكله يعني. بس هذا مضيق للقطع. اي هذا مضيف قباح ولو عندنا مجال كان خلنا جوا بين يعني المعالم القديمه ومضيف هذا جهه اي من هنا هذا اللي انت سوينا احنا هذا بيت قاسع وهاي تقريبا هي كلها شنو هاي اسمها عجود مثلا هي عجد فروع ازقه هو احنا بالمصطلح مصطلحنا نسميه عجد واللي متعارف عليه بغير المكانات بغير المكان شارع او دربونه هي. لا في هذا يلا هاي بيوت هاي هم يستخدموها للحلال سابقا منو كان قاعد بهاي العمود اي هو هذا من نابه سعد بن عبد الله اي ومن اي بصفه وهاي البيوت كلها تقريبا ظلت للحلال يعني هاي الحلال هاي فيها بيت مال حلال البيت مال حلال بس هي شوف بانيها بالبلوك ومعتمد بها يعني هاي بيت قرايب سلمان نوح الله يرحمه ايه هذا وين يودينا هذا الشارع؟ هذا منا يطلع على الجامع على السوق. اي هذا الشارع منا يطلع فرع الجحيش على الجامع جامع قصران الكبير. على العرضية ومنا تطلع على السوق. من والديك سابقا كانوا يودون؟ والله هنا البيوت منا بيت حج صالح صالح وادي الله يرحمه. لا بيت جعفر منا. ومنا بيت محسن وخيف الله يرحمه منا من هالصفحة وبيت غير عباس بيت الأستاذ مهدي اي هاي سابقا يعني انا سالف لك سابقا الحين الأستاذ مهدي شوية لين بس هو نار مرجع منا اي ان شاء الله هم يساكون هذا بيت من هذا نفس البيت هذا كان بيت واحد بيت حج صالح الله يرحمه طبعا الله يرحم كلهم هو هي كلها هذا شنو هذا هذا قبل بيت سعد محسن سعد حلوه هاي البس كل بجاس حلوه البس اي طبعا حلوه يلا تبس البزونه حلوه هاي هذا الفرع اللي صبري
اي هذا تايمي هو هنا بيت بيت سيد مهدي وبيت عياوي جاس بسناوة بيت عمي هو هذا البيت بالا بيت أخضوري وبعد هذا البيت هذا المن هذا البيت المن هذا البيت عبد العالي الله يرحمه عبد العالي اي طبعا مستمرين وذي الساعة طرقنا لمشكلة الأعمدة يعني هسه مثل ذاك عندك ذاك العمود وعمود هذا الثاني هم طلع اي يعني هذا مشكلة يعني الجماعة جماعة الكهرباء اذا يلدوني شلون هسه لا سيارة توصل له ولا يقدر يخلي عليه درج بس يخلي عليه درج يوقع لا عندهم بس هو ما يقدر يعني ماكو واحد يجازف يعني هو هسه هذا هذا بيت ابو عيسى بيت موسى 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 جعفر خويلد هذا اي هو هذا بيت زين بعد عامر بس هذا السياد هذا بيت سلمان منصور شو سوى هذا بيت ابو محمد بيت سلمان الحج سلمان وظل مثل ما تشوفون مقابل ذاك منك بيت عباس حسين الدوحة بيت الفارة واشوفون هذا الجضع احتياط عول هذا العمود ايه هذا سب هذا العمود مثل ما تشوفوه يعني شبه الواقع وماكو بس وسيلة لان حتى ذا يلدوني شو يسوي له يعني ما زلنا ايه جذوع ايه النخل ايه 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 اي هاي واحدة من فوائد جذوع النخل هذا بيت بيت حج سلمان هذا المتصفى بيت عباس بيت عباس الله يرحمه الله يرحمه يعني جميعا هذه عبارة عن هي حالة حالة التلة كلها يعني التلة قبل كم ساعتين كانوا بنوحة طبعا كانت هنا هاي البيوت هاي كل سنة يعني إدامة سنوية عليها لطش اي لطش شلون هاي بلا منصور هذا بيت ما هاي بيت قرايب منصور الله يرحمه الله يرحمه يعني هاي بيت قرايب منصور من البيوت مباشرة هذا اللي هي طبعا بيت ال هم بيت عباس بيت عباس نوصل ان شاء الله بيت هذا بيت ابو هذا بيت ابو جلال الله يرحمه حمد حمد الله يرحمه اي والله هذا اسمع والله هذا بيت ابو جلال الله يرحمه ابو جلال وهناك ديوانيه هنا اول مطلب هاي اول مطلب ديوانيه بعدين ذاك بيت ثاني من ذيك الصفحه هذا بيتهم وحاله حاله البيوت يعني البيت من ينترك ايه يعني هو هذا هنا كان هم لابو جلال هذا كان لابو جلال هنا كان جراج يعني سيارة ابو محمد سيارة جلال كانت توصل لهنا من السوق تصعد هنا هذا جراج تجي من هالصفحة كانت لا لا منك من السوق وتجي كانت العجود مو مثل هيك يعني كانت اوسع وكان ماكو هيك ساجه غميجه فطبت السياره عندها يعني لهنا سهل هذا بيت المقابلين هذا بيت ابو كريم بيت جمع وانا وصلنا هاي هم نزلت من ابن كاظم اخوان هاي هم النزله هاي النزله منا على قبل على دار القران منا حليمه اي وتنزل على الامام وتصعد تصعد من هناك على العرضيه على العرضيه وللسوق
احنا وين وصلنا اخر شيء هنا؟ لا بيوت من هذا النظام كانت ما صورنا، صورنا اهل الوقت. لا لا من هناك طلعنا. يلا هسه شنو هذا البيت؟ هذا البيت بيت حجي وسمي، بيت ابو رياض قاعد فيه. لا سابقا يعني؟ سابقا هم كان تابع البيت، بيت ابو جلال. والله وباعونا وباع على رحيم ورحيم نزل. هذا بيت محمد سلمان. هم متروك؟ اي حاليا متروك. اخواني يقول انتهينا بالنقطه اللي بدينا بيها. هاي رجعنا لنفس المكان اللي بدينا نفس المكان اللي بدينا بيه. منا هاي الصعده مقابل الامام عليه السلام. هاي هم باب الدروع اللي نفس الشيء، هم ردينا على باب الدروع. هاي النزله، قول هاي النزله صعدنا ونزلنا. اي نفس الشيء، هي النقطه اللي بدينا بيها الصعده رجعنا. هي اكثر بيوت التله، يعني اكو صفه ببيوت التله. نعم. ان هذا الشارع، هذا شوف هذا الشارع هذا اللي يحيط المنطقه. اي واخر شيء من تطلع كل الفروع تنزلك على هذا الشارع، يعني كلها تتلقى. اي اللي مثلا اللي يتيه، خاف واحد يجي غريب ويتيه بالولايه، ينزل هذا الشارع يفتر على كل التل. وعندنا هاي الصعده اللي بدينا منها طلعت فيها، هي هاي الصعده اللي بدينا منها ورجعنا لها. شوف اخذنا فرة كامله بال على غير دربونه ورجعنا على نفس ال الصعد. وهاي البيوت هنا لها بس خاصية، يعني ميزة خاصة بها. يعني هسه أنا هذا بيتي كان هنا، أي شباك تفتحه من البيت يصير مقابلة القبة مال ابن الكاظم عليه السلام. وهنا شوي هنا إيه بعد هنا ذني السلام ورحمة الله، إذن المناطق هنا قريبة بركة الإمام ومحلات، وإذن ما ينتهن مثل غير قريبات. إيه باعتبار جو، محسوبة باعتبار جو. ننهي السلام وننهي بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.